ديالنا الدورة ديال الغرفة الفلاحية اللي جات 4000 متر، واللي الموضوع ديالها حول آفة الجفاف وقلة التسلطات المطرية. ولهذا احنا كنشتغلوا في واحد الجو اللي هو السباق مع الزمان باش نقدروا نعوضوا الموسم الفلاحي ان شاء الله بهاد زراعات خليجية. وكنحاولوا نعاونوا في داك البرنامج اللي دار سيدنا الله ينصرو ديال 10 مليار ديال الدرهم بالنسبة للإعانات وبالنسبة لشراء الأعلاف. وكنسقوا عاود مع أصحاب الأوفيس على حساب السقي ديال الماء بالنسبة للجهة اللي كتعرف واحد أراضي شاسعة ديال السقي. ولهذا حنا غادي إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نحاولوا نخرجوا بواحد النتيجة إن شاء الله اللي مرضية للجميع الفلاح. فعلا تساقطات المطرية قليلة هذا العام، اللي قليلة بواحد النسبة ديال 60% مقارنة مع السنوات الفارطة، كان عندها واحد التأثير كبير بالنسبة للفلاحة في الجهة وفي المغرب كامل. بدينا في الحلول بالنسبة في البرنامج ديال وزارة الفلاحة اللي بشراكة مع الغرفة الفلاحية ديال باش يحاولوا ما أمكن يقلوا من هاد الجفاف اللي كاين ان شاء الله. بالنسبه للموسم الفلاحي راه كنعرفوه جاف، وكنعرفوا المشاكل اللي كتعيشها ممكن نعيشوها على الصعيد الوطني، وكنعرفوا بان المنطقه ديالنا منطقه فلاحيه ومعروفه على الصعيد الوطني، والمشاكل اللي كنعانيوا منها اثار الجفاف وقله المياه كنعانيوا منها، وهذا مشكل كبير ما كيهم جميع انحاء المملكه، لان الغرب راه كتعرفوا المنتوجات ديالو كتمشي للمغرب كامل، لا من ناحيه الحبوب ولا من القطاني ولا من الحوامض، وجميع المنتوجات كتمشي من الغرب. ولهذا كنتمناو ان الله سبحانه وتعالى يغيثنا من عنده، وهذا هو اللي مهم. وبالنسبه للدوره اليوم اخوان راه تطرقوا، وراه كلشي كيحب الفكره ديال صاحب الجلاله والمبادره صاحب الجلاله، وخص غير ان شاء الله بحول الله تدبر بعمليه بشفافيه، ويستافد جميع الفلاح الصغير وجميع الفلاحين الطبقه الصغرى من الفلاحات تستافد من هذه العمليه، هي تكون ان شاء الله ما تقصاش. وشكرا. دور استشاري، الغرفة عندها دور استشاري يمكن لها تنسق من بين جميع المصالح اللي باش يمكن لها تنسق مع جميع، ودور عندها دور استشاري وتشاركي مع جميع المصالح اللي تابعة لوزارة الفلاح. تخفيف من اثار الجفاف، الحلول راها كنعرفوا جميعا انها كانت مبادرة الحكومة وديال صاحب الجلالة اللي عطى انطلاقة ديالها، اللي كان كيرأس هذا كنعرفوا بان فيها مجموعه، فيها الكلاء وفيها جميع وفيها جميع كاع ما يتعلق بالفلاحه، قطاع الفلاح كاع جميع المساعدات تتعلق بالقطاع الفلاحي. اليوم الصدار المدير الاقليمي للفلاحه بالخميساس. اذا اقليم خميساس كسائر اقاليم المملكه حتى هو استفد من البرنامج ديال محاربه الاثار السلبيه لنقص التساقطات المطريه اللي عطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله. وهذا البرنامج هذا غادي يتمحور حول مجموعه ديال المحاور. اولا انقاذ الماشيه، الانقاذ غادي يتم عن طريق مجموعه ديال الانشطه. اولا توزيع المواد العلفيه المدعمه مده الشاعر اللي غادي يتم التوزيع ديالها عن طريق واحد 4 ديال مراكز التوزيع اللي تم الاحداث ديالها في المناسبه هذه، واللي كتغطي مجموع التراب ديال الاقليم ديال خميساس. المراكز كتواجد في والماس، في خميساس، في الروماني، في تيفلس،
الهدف من هذا التعدد زعما ديال المراكز ديال التوزيع هو اننا نقربوا ما امكن الماده الاستراتيجيه المربي المشيه. كذلك عن يعني كاين امكانيه ان بالنسبه للجماعات المتواجده بعيدا نوعا ما على هذه مراكز التوزيع اننا نساعدوا الفلاحة عن طريق تحمل مصاريف النقل ديال هاد الحاجيات ديالهم من هاد الشعير والمركبة يعني المراكز فين كيتواجدوا فين كيقوموا. كذلك بالموازاة مع عملية توزيع الشعير غادي يكون واحد العملية ديال توزيع الأعلاف والمركبة